أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة عالم الفن. في هذا الفيديو شاهد آخر ظهور لابن الفنانة صبا مبارك من زوجها المخرج الراحل شوقي الماجري، هو معلومات لأول مرة قد تعرفها. أهلا بكم. أثار صورة حديثة لعمار الماجري نجل الفنانة الأردنية صبا مبارك والمخرج التونسي الراحل شوقي الماجري تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ووثقت آية الأخت الوحيدة للممثلة صبا مبارك صورة تجمعها بعمار عبر حسابها في انستغرام وعلقت عليها روح قلبي. ويبلغ عمار حاليا 18 عاما، فهو من مواليد 28 من مارس آذار عام 2004، لكن والديه انفصلا فيما بعد وبقيا على علاقة صداقة فقط. وانهالت تعليقات الجمهور على صورة عمار مشيرين إلى أن ملامحه متقاربة جدا لوالده، آملين أن يسلك طريقه ويصبح مخرجا، كما استذكر العديد من الأعمال التي أخرجها المخرج الراحل شوقي الماجري والتي ما زالت عالقة في أذهان المتابعين. أذكر أن المخرج شوقي الماجري توفي في العاشر من شهر أكتوبر عام 2019 بأحد مستشفيات القاهرة عن عمر نهزة 57 عاما. وأصيب المخرج الراحل شوقي الماجري حينها بجلطة قلبية قبل أيام من رحيله، إذ أدخل المستشفى لكنه فارق الحياة. وأبلغت صبا مبارك التي تزوج شوقي الماجري عام 2003 وانفصلت عنه لاحقا عائلة طليقها بنبأ وفاته. وصبا مبارك تحيي ذكرى وفاة طليقها شوقي الماجري بصورة مع ابنها، وكانت الفنانة قد أحيت ذكرى وفاة طليقها الأولى بصورة مع ابنها عمار أثناء طفولته عبر حسابها على انستغرام. وعلقت صبا مبارك على الصورة عمار بن شوقي الماجري من خلف ما مات، ونشر الصورة أخرى للراحل شوقي الماجري مع رسالة ثانية قالت فيها لسه بنفكر فيك وبندعي لك شوقي الماجري. وولد شوقي الماجري في الأول من نوفمبر عام 61، واكتسب شهرة عربية واسعة لإخراجه عددا من الأعمال العربية والعالمية، وكان مقيما في سوريا حيث أخرج عددا من الأعمال الناجحة. ومن أبرز الأعمال التي أخرجها الراحل شوقي الماجري مسلسل دقيق الصمت وحلاوة الروح وأبناء الرشيد واسمهان والاجتياح، الذي حصل من خلاله على جائزة إيمي العالمية كأفضل مسلسل أجنبي، والأرواح المهاجرة وهدوء نسبي وفيلم مملكة النمل وغيرها من الأعمال. وتزوجت الفنانة صبا مبارك من المخرج التونسي شوقي الماجري، وانجب صبا مبارك من المخرج الماجري في عام 2004 ابنا واحدا سمي عمار قبل ان ينفصلا. وصبا مبارك فنانة اردنية تعتبر واحدة من نجمات الصف الاول في الدراما العربية، وادت العديد من البطولات التلفزيونية وحصلت على جوائز عديدة محلية وعربية. واسمها الحقيقي صبا أحمد سليمان مبارك السيوف، وهي من مواليد العاشر من إبريل نيسان عام 76، وهي ممثلة ومنتجة تلفزيونية أردنية ولدت في السعودية ويعود أصلها إلى بلدة عنجرة، تلك البلدة التي تقع تحديدا في محافظة عجلون شمال الأردن، وهي من أب أردني وأم فلسطينية. والدة صبا مبارك هي الفنانة التشكيلية الفلسطينية الراحلة حنان الأغا، وهو ما شجعها على دخول الفن.
وحصلت الفنانة صبا مبارك على شهادة البكالوريوس في المسرح من جامعة اليرموك في إربد عام 2001، وبدأت الارتباط بالفن عن طريق والدتها الفنانة حنان الأغا وخالتها الممثلة هيفاء الأغا. وكان مسلسل قمر وسحر بعام 98 أولى خطواتها في التمثيل. ومن أبرز المسلسلات المشاركة فيها سيرة الحب ونسيم الروح وعيون عليا واسأل روحك وبلقيس وراء الشمس خالد بن الوليد. وحصلت الفنانة السورية صبا مبارك على جائزة الإيمي التي حصل عليها مسلسل الاجتياح وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان المسرح العربي. وفي إيطاليا حصلت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الشرق الأوسط، وفي الأردن عام 2009 حصلت على جائزة أفضل ممثلة. وأما في الإمارات العربية المتحدة عام 2009 حصلت على جائزة للدراما عن دورها في مسلسل بلقيس في دبي. وفي الأردن عام 2010 حققت جائزة أفضل ممثلة، وفي المملكة الأردنية حصلت على جائزة تايكي لأفضل ممثلة أردنية وعربية. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.